دعت حركة فتح اليوم لوقفة تضامنية أمام جامعة الدول العربية مع أهلنا في مدينة القدس، ومع وطبعا إعلان يعني احتجاجنا على ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على أهلنا في القدس وعلى باحات المسجد الأقصى وعلى المسجد الأقصى، خاصة بعد أن صدر قرارين مهمين خلال المرحلة الماضية، أولها تقسيم زماني لباحات المسجد الأقصى من الساعة 7 حتى الساعة 11 يمنع على المسلمين دخولها، وأيضا الأمر الثاني استصدار قرار من الحكومة الصهيونية المتطرفة باستخدام الرصاص الحي لاستهداف المتظاهرين في مدينة القدس، لما يعني ذلك من مخاطر كثيرة على أهلنا في مدينة القدس. الآن الصراع يتوجه مباشرة إلى مدينة القدس، هناك ما يقارب 350 ألف فلسطيني يواجهون أقوى وأعتى قوة في المنطقة، نريد أن يكون من خلال جامعة الدول العربية حراكا للمجموعة العربية والإسلامية بضرورة الضغط على المجتمع الدولي باستصدار قرار بإنهاء الاحتلال ووقف الممارسات الصهيونية التي تؤسس لصراع ديني في المنطقة. ما يحدث على الأرض هو أسرع مما نتوقع، هناك عملية تهويد، هناك انتهاء لعملية الحفريات تحت باحات المسجد الأقصى التي استمرت منذ عام 81 حتى الآن، هناك مدينة كاملة تحت باحات المسجد الأقصى. نريد أن ننبه العالم، إن سقط المسجد الأقصى فأنا أعتقد أن ستسقط الأقنعة عن كل حالة الهزيمة العربية. ندرك جيدا ما يحدث في المنطقة العربية، ندرك جيدا أن المنطقة على رمال متحركة، ندرك جيدا انشغال الكثير من الأمة العربية في قضايا الداخلية، ولكن نريد أن نؤكد أن القضية الفلسطينية هي رأس أولويتها، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء الرئيس أبو مازن خلال هذا الشهر عندما تحدث بأن القضية الفلسطينية على أولى أولويات القضية القيادة المصرية وعلى طبعا القضايا العربية. أعتقد أن الأمر الآن آن الأوان بأن يكون هناك حراكا عالميا مدعوما بمجموعة العربية التي تتحرك الآن في هذه اللحظة في الأمم المتحدة في جميع العمومية.